قوميون عرب، عمرنا عمر جراح هذه الأرض من محيطها إلى خليجها، وعمر منظمتنا 3 سنوات خضنا خلالها الصعاب لإثبات الذات وضخ الروح في نبض القضية. من دماء شهدائنا سقينا مسيرتنا لتستمر، فكنا في كل مكان، في كل شارع سرنا وصرخنا بدمائنا قبل الحناجر، لن نعترف بالكيان الغاصب. من أجل وحدة أمتنا، حريتها وتحررها، لنطالب بالديمقراطية من أجل شعبنا، لتنمية قدرات شبابنا، ولتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعنا. وبإمكانيات متواضعة أحيينا المناسبات القومية بإيمان وعزم مع فلسطين ولأجل العراق. اعتصمنا أمام السفارة الأمريكية وأمام المفوضية الأوروبية، ومع العمال والطلاب دعينا إلى الاعتصامات والتظاهرات. والمناسبات القومية احتفينا بها مستقبلين طائفة من أبرز رموزنا، من الأستاذ معن بشور والدكتور محمد المجذوب إلى المناضلة ليلى خالد والبطل منتظر الزيدي والمخرج الراحل سيد كعدو والمناضل الأممي جورج جالوي وغيرهم. فكانوا وكنا في ذكرى الوحدة ويوم الأرض وذكرى استشهاد أسطورة العمل القومي المقاوم وديع حداد ورحيل القائد المقاوم حيدر العاملي أبو أسعد حمود، وذكرى انطلاقة المقاومة العراقية وانتصار ثورة يوليو، وذكرى الشهيد معروف سعد وتأسيس قوات جبل عامل. وإلى الجنوب نظمنا الرحلات في عيد التحرير وانتصار تموز الإلهي، وزرنا أضريحة شهداء قانا في ذكراها. في خميس الأسرى كنا نطالب بحرية كل الأسرى العرب من سجون الاحتلال، وأحيينا يوم الأسير العربي في مكتبة جمال عبد الناصر. ومع الثورات العربية على أبواب السفارات وفي الساحات وقفنا وطالبنا بإسقاط الأنظمة المتخاذلة. وفي حملة إسقاط النظام الطائفي كنا السباقين في المسيرات والاعتصامات الداعية لإسقاط نظام لبنان الطائفي، لأن فكرنا يتناقض والتعنت المذهبي. ومؤخراً على الحدود مع فلسطين بصدورنا العارية بحجارتنا وأجسادنا وقفنا لنقول إنا إليها عائدون. اليوم وبعد سنوات 3 من عمر مسيرتنا نعاهد أمتنا بأنها البداية، بأننا لن نترك نهجنا في كل أرض عربية فيها مظلومين. نعاهد شعبنا العربي بأننا سنبقى، ففلسطين الأساس وقبلتنا في كل فجر. ولناصرنا الوعد بالعمل والوعي والجهاد. أبا خالد، نشتاقك بدمائنا والدموع، نعدك أن نلبي نداءك في كل ساح من أعماق أعماق قلوبنا. نجدد لك البيعة ونقول لك جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، بالدم بالأنفس بالكلمة بالسلاح، من المحيط الثائر إلى الخليج الهادر، لبيك عبد الناصر.